السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة اللي ما عادت بس رسالة صوتية، صارت صوتية صارت عبارة عن فيديو وتفاعلي أيضا، لأنه رح نقدر ناخذ بالقسم اللي بعد ال 15 ل 20 دقيقة لنهاية الساعة أسئلة وأجوبة من السادة والأخوة اللي حاضرين معنا. اليوم هي التجربة رقم واحد، بيكون رقم 69 من وقت اللي بدأنا أول مرة بالرسالة الصوتية. فبشكركم جميعاً ونتمنى أنه كمان أيضاً نشاركها مع رفقاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ بسرعة في أحداث كثيرة ممكن ما نستعرضهم يخلصوا معنا بالخلال 15-20 دقيقة. أنا بوقف وبصير النقاط اللي رايدين الأخوة الحضور أنه يركزوا عليها نتوسع فيها أكثر. إذا رايدين في نقاط ما نذكرت بسبب ضيق الوقت خلال أول 15 دقيقة فنحكي فيها. لذلك أنتوا الآن اللي راح تقودوا وين اتجاهات النقاط والقضايا اللي بدنا نحكي فيها أكثر ونتوسع فيها ونعطي فيها معلومات. هذا الشيء الميزة للأشخاص اللي بده يكونوا حاضرين معنا الزوم. فهذا راح نشوف كيف بدها تكون هاي التجربة مثل ما قلت رقم واحد، وإن شاء الله بتنجح بمعية الكل الموجودين معنا. هلا التأثير الأول، خلينا نقول الغطاء والمظلة دائما اللي بيسأل عليها كل الأشخاص، المظلة الأمريكية، هل هن مهملين؟ ما عندهم التزام أخلاقي وأدبي وإنساني باللي عم يصير؟ لو بيتدخلوا بدقيقتين بتليفون كانوا بيشيلوا النظام، ليش ما عم بيعملوا شيء؟ كل مرة حكيهم دبل ستاندرد. خلينا نحكي شو المعطيات المتوفرة الآن في العاصمة واشنطن. باختصار شديد، هذا كان الأمر كتير كتير واضح برسالته لرئيس يعني المستشار الأول في مجلس الأمن القومي المختص بشؤون الشرق الأوسط. كان عنده لقاء في ندوة في البحرين، في البحرين فورم وفي المنامة، وذكر التالي باختصار، ما رح أحكي شو حكى، أنه هن بقيانين وعودة السورية لجامعة الدول العربية صعبة، وما ما بيلاقي هو أنه ممكن يكون يصير فيه تطبيع. وباختصار الشيء اللي نحن لمسناه بدقة أنه الولايات المتحدة إدارة الرئيس بايدن لا ترغب أن يكون هناك أي ضجة في الإعلام الأمريكي من سوريا، ما بدهم يسمعوا أي شيء له علاقة قتل مآسي، طائرات عم تقصف، مهاجرين، صور بشعة في الإعلام الأمريكي، لأنه هذا بيجعل أنه لازم يتحركوا ولازم يتصرفوا، وبيقلب الناس ضد الإدارة الأمريكية اللي ما عم تتصرف، وبالتالي ممكن يخسروا حظوظهم في الفوز بالانتخابات النصفية، غرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتلت الحكام الولايات اللي بدها تكون بشهر نوفمبر تشرين الثاني 2022. فلذلك ما بدهم أي ضجة تأثر على فرص فوزهم بتلك الانتخابات، لأنه الآن المؤشرات مانا لصالح الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس بايدن. إذن هذا هو المناخ العام، ولذلك نستطيع أن نفهم لماذا هو التفويض لروسيا كي تقوم بالعمل بدون ضجة، لماذا أمروا وطلبوا من تركيا عدم الدخول بعد ما جهزت حالها وجابت كل القوات، وكان راح عم تحكي أنه لتعمل هجوم على مناطق قسد. كل هذا الحكي توقف والتغى من الإعلام نهائياً، ما عدنا سمعنا. ممكن يسمحوا بقضايا تبادل أراضي بالاتفاق السياسي في مسار أسيتانا بين تركيا وروسيا، لكن ليس بالحرب، ليس هناك قتل وليس هناك طائرات تقصف. هذا هو الخلاصة، ما بدهم صور، ما بدهم صور أطفال عم تنقتل ومجازر. أيضاً ضمن هذا المناخ العام بيجي بيقول السؤال أنه طيب ليش موقفهم هيك الخجول من قضية عدم إيقاف أو إرسال رسائل قاسية للدول لعدم التطبيع مع النظام السوري؟ الحقيقة هن هذا الموضوع ما كثير بيعني لهم إذا كان هذا التطبيع إعلامي أو تطبيع في فك العزلة الدبلوماسية، ما دام ما عم بيأثر على واردات النظام الاقتصادية والمالية، يعني ما في تحويلات مصرفية، ما في إدخال بضائع تمس القطاعات المنصوص عنها في قانون قيصر، اللي هن كل قطاعات الطاقة بمختلف أنواعها، وأيضاً قطاع إعادة البناء وضمناً حتى المشاريع الهندسية ومواد البناء وإعادة الإعمار، هذا كله ممنوع. بتقول في ناس تقول ليش ممكن نتوسع فيها بالجزء الثاني؟ الجالية السورية حتى نحن حقيقة نستثمر هذا المناخ العام، لأنه في إجماع حزبي بين قيادات الحزب الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب في مجلس الشيوخ على تنفيذ قوي وقاسي جدا لقانون قيصر، وبالتالي بدنا نستثمر هذا الشيء. الجالية السورية في منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة عم تعمل بتسعة وعشرة وداعش ثلاثة أيام ورشات عمل داخل مبنى الكونغرس،
بحضور أهم وأكبر الشخصيات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يعني رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، والشخص الأول الأعلى يعني بمثابة نائب من الحزب الجمهوري، نائب رئيس مجلس الشيوخ، نفس الشيء نظراء في مجلس النواب كلهم راح يكونوا حاضرين، مسؤول ملف السوري في وزارة الخارجية إيثن جولدريتش، كلهم راح يجوا إن بيرسون شخصيا فيزيائيا وليس فقط عبارة عن أونلاين. هذا يعني شيء إيجابي. اليوم الأول اسم عنوان اليوم الأول التواجد الإيراني في سوريا وتأثيره على الاستقرار في المنطقة، راح يتم التركيز على أبعاد الميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية والمتعاونة معها من باكستان وأفغانستان، وبالتالي أبعادها كاملة وإيجاد حل لعدم تدخلها في بنية المجتمع السوري. هذا راح يتم التركيز عليه وإرسال رسائل واضحة أنه سوريا ما تكون جزء من الملف النووي الإيراني في الاتفاق اللي الآن راكدة إدارة بايدن بإيديها وبرجليها لتوقعه، ما نكون جزء ويبيعونا مثل ما باعنا الرئيس أوباما. لذلك يجب أن نكون خارج ذلك الاتفاق ويتم صيانة حقوق الشعب السوري. اليوم التالي لورشة العمل راح يكون اسمه مواجهة موجة التطبيع مع نظام الأسد، راح توجه رسائل واضحة من قيادة الحزبين في الكونغرس أنه لن يسمحوا باختراق قانون قيصر كائنا من كانت دولة تلك، حتى لو كانت صديقة وحليفة للولايات المتحدة. سوف تفرض عقوبات على الأفراد والشركات بشكل قوي. فإذا هذا أيضا سوف يكون رسالة قوية. بيجي الناس بتقول ليش ما بتعملوا أنتم اعتراض على الخط الغاز العربي؟ الحقيقة عملنا، صار في نقاش طويل. الجواب بيكون كالتالي، والجواب بيستغلونا كناس إنسانيين، نقول أننا نمثل كل سوريا وليس فقط الجزء المحرر أو جزء من المعارضة، لا، نحن نمثل كل السوريين الوطنيين الشرفاء الحريصين على أن تبقى سوريا واحدة موحدة ذات استقلالية. لذلك هذا عم بحكي باسم الجالية السورية في الولايات المتحدة. شو بيقولونا؟ يعني كل خط الغاز رح يمر 780 مليون متر مكعب غاز من مصر للبنان، راح تاخذ سوريا النظام السوري رسم عبور، راح نمنع انه ياخذوهم كاش حتى ما يستغلوهم في شراء شيء لاسلحه، راح نعطيهم يا عيني بمعنى حصه غاز او كهرباء. شو حصته؟ 8% رسم العبور. 8% يعني ما بتكفي 60 مليون متر مكعب، يعني انتاج سوريا من الغاز قبل يعني لفتره جدا صغيره ما بتعدى يوم يومين او ثلاثه قبل الحرب، قبل بدايه الثوره عام 2011. طيب هذا شو رايكم؟ بيقول لك انه هذا لماذا لا نستخدم هذا، اعتبروه عم بيستخدم لانقاذ الاطفال الخدج في مشافي النظام. حدا منكم بيقبل يقول انه نعم نحن نوافق ان يموتوا اولئك الاطفال؟ حقيقه ما بنقدر، لانه نحن نقول اننا نمثل كل السوريين الوطنيين الشرفاء. لذلك بنقول نعم نحن موافقون، لكن يجب ان يكون هناك طرف ثالث يراقب أن يتم استخدام هذه الكهرباء والغاز لهذا الهدف النبيل الذي رصدت من أجله، بمعنى أنها تستخدم حصراً في إنارة تلك الأقسام في المستشفيات من أجل إنقاذ الأطفال حديثي الولادة. هذا المناخ العام. أيضاً راح يكون الناجي من التعذيب السيد عمر شغري اللي كان عنده مداخلة هو والسيدة وعد الخطيب والمحامي إبراهيم العلبي في مجلس الأمن من يومين في يعني آلية آريا. هي ما اجتماع رسمي لكل ممثلي مجلس الأمن وسفرائه بالقاعة مجلس الأمن، القاعة الرئيسية اللي بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، لكن هي يعني أيضاً تحت رعايته وبيسمعوها، وبالتالي كانت كل كلماتهم هامة عاطفية، أثارت البعد العاطفي والإنساني وتحدثوا فيها بلغة جيدة جدا ممتازة، ونشكرهم جدا. وحتى ناس قالوا أحسن من 10 منظمات وأحسن من الائتلاف وأحسن من كل ما تقدمه المعارضة خلال 10 سنين. طبعا هن ترتيبهم الآن رقم بحدود 16، يعني في قبله ما ننسى السيدة آمنة خولاني، السيدة عبير مصطفى أو ريم مصطفى، السيدة الدكتورة أماني بلور، كلهم قدموا مداخلات شخصية لحالهم أمام مجلس الأمن وبقوة، فكانت مداخلاتهم أيضا رائعة، ما عملت ضجة لأنه ما كان في مكنة عم تعمل هذا النشر لما ذكروه. لذلك بنقدر كل من سبقهم. آسف، كمان صار في حديث لماذا واشنطن عدلت العقوبات على سوريا وأضافت بعض الأنشطة للمنظمات الغير ربحية؟ صحيح، شو سمحت لهم؟ شراء المنتجات البترولية، نعم، إقامة علاقات مع بعض عناصر من الحكومة السورية من النظام حتى لو كانوا معاقبين، لكن من ضمن ما يتعدى الإنعاش المبكر والتعافي المبكر اللي أقرته الولايات المتحدة وروسيا
في قبل 5 أشهر، لأنه هذا راح يضطر بشهر واحد يعيدوا تمديده ل6 أشهر. ما بدهم يعملوا مشكلة مع روسيا، لذلك سمحوا مشاريع التعليم، مشاريع التراث الثقافي وحمايته وإعادة صيانتها، كل مشاريع التنمية التجارية، ويعني كل هذه القضايا حتى التحويلات المالية، لكن ضمن التعافي المبكر، بمعنى مشاريع جدا صغيرة ومحدودة. فماذا نعطيها البعد الأكبر اللي يعني شيء كتير كتير كبير؟ هلا لاحظنا كنا التنافس القوي، أنه مبعوثين أمريكيين موجودين بنفس الأسبوع تقريبا، الملف السوري إيثان جولدريتش اللي هو يمثل الإدارة الأمريكية الديمقراطية، كيف راح والتقى بالإعلام والتقى بالإئتلاف وبقيادة الهيئة وبقيادة رئيس اللجنة الدستورية الأستاذ هادي البحرة، وبنفس الوقت كمان إجا السيد جويل ريبرن اللي هو كان مبعوث لسوريا السابق بإدارة ترامب الجمهورية. كأن هناك تنافس ديمقراطي جمهورية على سوريا، وصار في اختلاف بالرؤية اللي طرحها الاثنين. طبعا واحد هو خارج المنظومة العمل اللي هو السيد جويل ريبرن، وهو صديق لكل السوريين ويعمل الآن في مركز أبحاث وليس في الحكومة الأمريكية، وإيثان جولدريتش اللي بيعمل مع الحكومة الأمريكية. فإذن هذا كمان ممكن نحكي نتوسع فيها بالفقرة الثانية. حقيقة النقطة اللي يعني طرحوها الوفد الأمريكي اللي هي تفعيل حكومة المعارضة المؤقتة، وهذا شيء مطلب حق. وكانت ايضا انا قدمت شخصيا اضافه للمنظمات السوريه، كان في لقاء عده لقاءات مع وزاره الخارجيه الامريكيه، وقدمنا ورقه عمل عن كيفيه تطوير العلاقه وتقويه الحكومه المؤقته وتقويه المعارضه بين كل العلاقه بين كل اطياف المعارضه، وبالتالي يعني فتح معابر انسانيه بين شمال غرب وشمال شرق، تؤدي إلى دخول العناصر الإنسانية إلى الأشخاص العاملين في القطاع الطبي والأشخاص العاملين في القطاع التعليمي، لحتى ما يضطروا يلجأوا إلى أن يعودوا لتركيا، يركبوا الطائرة إلى أربيل ومن أربيل يدخلوا إلى شمال شرق سوريا. هذا هو المناخ العام ممكن نتوسع فيه لاحقا. حقيقة صار في قضية الصورتين، الصورة اللي طبعت في منهاج دراسي تعليمي والصور التعبيرية، اعتبروها كثيرين أنها أساءت لمقام الرسول العربي الكريم، وبالتالي تم سحب الكتاب من التداول وإحراق نسخه. صار في بعض الاعتذارات، الناس في بعض الكتاب أو المؤلفين ما اعتذروا، بالعكس في ناس دافعت عنهم واعتبرت أنه منهاجهم هو لا يرقى إلى مستوى فهم هذا الكتاب، وأنه هذا عبارة عن ما بيصير، هذا عمل يعني أنت عم تنتقد وتكفر أشخاص عم بيقوموا بدور ممتاز، ما لازم تلجأ لهذا العمل. لذلك هذا كان يعني جزء من الحقيقة يعني النشاط اللي كان صاير. أيضا فينا نقول أنه يعني عملت ضجة كبيرة كتير، لحديت الآن ما هو واضح مين اللي بيتحمل مسؤوليته، كيف تم محاسبته. الطرف الثاني كان في كتيب لمجلس الكنائس العالمي، كتيب اسمه محددات العقد الاجتماعي، عملوا ندوات في الداخل سوريا في منطقة عفرين وإعزاز بعتقد، وحقيقة صار في مثل لبس أيضا بالتعبير، الصورة التعبيرية اللي موجودة على الغلاف أساءت اعتبروها البعض للسيدات المحجبات بسبب سوء التصوير، أنه هن جزء مع شاب آخر من المشكلة اللي صايرة في سوريا، وبالتالي كان وجهة نظر أنه لا، لازم يكون إبراز أنه هن قادرين يكونوا جزء من الحل وجزء من نشر عملية السلام إن شاء الله في سوريا المستقبل ما بعد نظام بشار الأسد. حقيقة المشكلة اثنين، خلينا نحكي وبدقة الاثنين، الكتابين ما كان ممكن يصيروا لو في حكومة فاعلة، حكومة سورية المؤقتة اللي بندعو لتقويتها، طبعاً لا عندها المصادر المالية، لا عندها المصادر الأشخاص ولا القوة القانونية إنه تفرض قراراتها في أي منطقة للأسف الشديد. لذلك عندها تجي المنظمات الدولية، بيجوا البعثات السورية الطبية، ما بيمروا أصلاً على وزارة الصحة أو وزارة التربية أو أي وزارة في الحكومة المؤقتة، ما بتعنيون لأنه ما نون طرف لا بالتحويل لا بأخذ رخصة لا بتنفيذ قانون ولا بالتنسيق للأسف الشديد. هذا بيقدروا بيسترجوا يعملوا في مناطق النظام، وبعدين بيقولوا أنه ليش هناك في أمان وليش في تسلسلية إدارية، ما إذا أنتم عم بتساهموا بهالشي. طبعا خلينا نحكي بشكل دقيق، مجلس الكنائس العالمي اللي تم حقيقة مهاجمته وتكبير القصة هو ليس مجلس كنائس الشرق الأوسط اللي بيضم معظم الكنائس اللي هي موجودين في سوريا،
مجلس الكنائس العالمي بظل طيف أكبر من المذاهب المسيحية الغير موجودة أصلاً في سوريا. يعني ما فيهم أعضاء في سوريا، كنائس بعيدة عن الشرق الأوسط، وهن أشبه بمركز دراسات اجتهدوا وعزموا أكثر من 680 شخص خلال 8 سنوات، كل سنة عدة ندوات، كل ندوة فيها أكثر من 20 شخص. ضربون أنتوا إذا 4 ندوات بالسنة، 20 ضرب 4 80 ب 8 سنوات، هي 640 شخص من كل الأطياف، من كل الأديان، من كل المذاهب، من كل الأعراق، من كل المكونات العرقية والإثنية، من رجال ومن نساء، صغار وكبار، وفي كل مناطق سورية عملوا استبيانات في كل مناطق سورية ضمت آلاف الأشخاص وفي عديد من المناطق. طبعاً هاي النقطة هي جزء من 7 مراكز كبرى في العالم، من أمريكا مروراً بأوروبا وصولاً إلى اليابان. طبعاً وقت اللي عم بيحكي اليابان مو عم بيحكي بشكل يعني للإشارة، لا، عم بيحكي بشكل حقيقي. حتى اليابان عندها ملف وبتشتغل عليه أسوة بهذا الملف، مجلس كنائس العالمي اسمه Second Track Diplomacy، دبلوماسية المسار الثاني الموازي. وحقيقة أنا كان عندي انتقادات بأربع حلقات في رسائلي الصوتية لما يقوم به أولئك المراكز السبعة، ومن دراسات بدون اعتماد أو عرضة أو التعاون مع الأجسام التقليدية للمعارضة السياسية، لأنه هذا الشيء بيضعفها، ونحن ما لنا مصلحة نضعف الواجهات السياسية اللي بتمثل المعارضة السياسية. بكفي قديش هي ضعيفة الآن، يجينا ضعفها أكثر، وعم بيقدموا قراراتهم اللي عم تطلع في غرف مغلقة لصانع قرار السياسي الأول في عديد من دول العالم. هذا شيء أنا بعرفه، التقيت كل رؤساء تلك المنظمات والجهات المسؤولة عن هذه المسارات السبعة، في سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا. حقيقة طبعاً عم بيقوموا بجهد كبير جداً، المأخذ أنه عم بيتوصلوا للنقاشات في وصياغتها، بالرغم أنه في جزء كبير منها ما بيتم إلا بالإجماع. يعني مثلا مجلس كنائس العالمي ما بيطلع أي كلمة إلا بالإجماع الكامل، ما في شيء بالتصويت أو بالأغلبية، فكمان هي حتى ناخذها ممكن نتوسع فيها لاحقا. فلذلك أنا أعتب على المثقفين وعلى الأجسام السياسية للمعارضة أنه ما تصدق وقت اللي أنا حكيت برسائل الصوتية، ليش ما شفناهم كتبوا مقالات؟ ليش ما شفناهم راحوا زاروا وزراء الخارجية في الدول اللي ساكنين فيها، مثلا بفرنسا، بألمانيا أو بتركيا أو بأي بلد، وعبروا عن رأيهم أنه نحن بدنا يكون لنا صوت مسموع. للأسف الشديد بس وقت اللي بتبلش موجة بتلاقيهم كلهم نطوا على الموجة ما دام فيها إعلام والكل عم يتناقل ذلك الخبر. ايضا بنلاحظ انه بعد الغاء منصب مفتي الجمهوريه، مفتي العام، ما في شيء اسمه مفتي الجمهوريه العربيه السوريه، هو مفتي العام بنص القوانين الصادره عن النظام السوري. حقيقه بنلاحظ مباشره حادثين الاثنين لهم علاقه بسلطنه عمان. وزير الاوقاف السوري عبد الستار السيد استقبل سفير سلطنه عمان بدمشق وناقش معه، يعني الخبر الرسمي بيقول تناول الحديث سبل تطوير العلاقات على الصعيد الديني بين البلدين. بنفس اليوم والفترة والأسبوع كانت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام في سلطنة عمان في مسقط، وعم تتباحث بقضايا ثقافية وقضايا تعاون في المناهج. واضح تماما أن هناك قرار في الاستفادة من تجربة المذهب الإباضي اللي هو بيشكل 70% من أهلنا في سلطنة عمان، وبالتالي اللي بيقوم على أنه من يمسك رئاسة الدولة سواء كانت رئاسة دينية أو دنيوية واجب طاعته والخروج عليه فسق. من ضمن هذا الباب النظام يسعى أن يدخل ذلك في عديد من المناهج والتدريس، سواء لعلماء الدين الإسلامي أو في المناهج الدراسية في المدارس السورية. أيضا في حقيقة موضوع أثار جدل كثير والناس انزعجت منه، أنه معقول مثلا يتم عزف النشيد السوري، يتم عزف النشيد الإيراني بدلا من النشيد السوري في مباريات كرة السلة للفريق السوري في كازاخستان. الموقف بيعبر، ما حدا حكى نهائيا من كل الإداريين واللعيبة، ما حدا استرجى يقول نحن ما بنلعب إذا ما تحطوا النشيد السوري، أو شكراً لكم اعملوا أيضاً النشيد السوري الآن بعد ما عزفتوا النشيد الإيراني، أو اعملوا اعتذار بالميكروفون أنه إحنا صار في خطأ لحتى نبلش اللعب. ما حدا استرجى يتخذ أي قرار. هذا بيفرجيكم أي ديش إنه عبارة عن واجهات نظام. الأشخاص كل موظفي الدولة بما فيهم كبار الضباط ليس لهم أي وزن أو احترام أو تقدير، وما بيسترجوا يأخذوا أي قرار بدون العودة إلى القيادة والرئاسة النظام. لذلك وقت اللي بيقولوا أنه التعذيب هو أحداث فردية، الاختطاف والقتل في سوريا الذي يقوم به الأجهزة الأمنية هو عبارة عن أحداث فردية، غير صحيح. هذا كذب، لأنه ما بيسترجوا يقولوا للنشيد الوطني عزفونا يا،
فكيف بده يسترجي ياخذ قرار في التعذيب والقتل والسرقة وتدمير البلد والقصف الكيماوي والقصف بالطائرات الحربية بدون أن يأخذ موافقة من رئيس النظام؟ هذا إجابة واضحة على ما جرى. صار في عتب بقضايا بين إيران وتركيا. الصادرات التركية إلى سوريا تجاوزت $1 مليار آخر 9 أشهر، بينما الإيرانيين عم بيقولوا نحن حصتنا فقط 3% وحصة تركيا 30%. فعم بيعتبوا الإيرانيين أنه ما في شيء، كل هالعلاقات وكل الاتفاقات كله وهمي، ما عم بيتنفس شيء، بيروقراطية، إساءة، نصب، ما في حدا بيشتغل، نظام العمل في سوريا فاشل، ما عم نقدر نصدر شيء. هذا الحكي على آلو أمير زادة والمسؤول الإيراني في رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية. إذن رغم الآن محاولات من أجل تطيب خاطرهم، غرفة صناعة دمشق أعلنت أنه لكل المنشآت الخاصة المدمرة في سوريا أنه ممكن يعرضوها على المستثمرين ورجال أعمال الإيرانيين. أيضا صار في حديث الآن أنه خصخصت 49% من كل الشركات اللي هي 106 شركات تابعة للقطاع العام الصناعي في وزارة الصناعة في سوريا، أنه يتم تخصيص 49% منها. يعني بشكل واضح مين اللي عنده القدرة أنه يشتري هيك شيء؟ الشعب السوري ما عنده قدرة يأكل الآن، 85% تحت الخط الفقر المدقع. إذن عم بيقولوا بشكل واضح أو غير مباشر لإيران، روسيا ورجال أعمال اللي هن أمراء حرب تابعين للنظام. أيضا لوحظ أنه في اغتيالات وقتل ضباط سوريين بظروف غامضة بعشرات بنسبة عقيد، هذا يعني ومنهم ألوية طيارين. هذا شيء واضح الآن هناك تخلص من كل هؤلاء الأشخاص اللي استرتكبوا جرائم قصف أو قتل أو معروفة أسماءهم أو موجودين على قوائم العقوبات الدولية. إذن هدول عم بيبشرون النظام أنه مقتلهم قريبا، فأولادهم وزوجتهم يجب أن يحضروا حالهم أنه مقتلهم قريب على أيدي النظام بظروف غامضة، حادث سيارة، كورونا، في مكتبه، عشرات القضايا اللي راح تشوفوها. لافروف وزير خارجية الروسي استقبل إلهام أحمد ووفد معه. حقيقة طرحوا، خلينا نحكي، الإدارة الذاتية طرحت مشروع جدا خطير اللي هو إحداث مؤسسة مركزية للنقد والمدفوعات أشبه بمصرف سوريا المركزي لكن بمنطقة الإدارة الذاتية. هذا خطير جدا لأنه بكرة بيحق لهم يطبعوا نقد، بحق لهم يطبعوا ياخذوا قروض من حالهم بالعملة السورية أو بعملة مصرف المركزي تبعهم بأرقام كبيرة جدا، بحق لهم يطبعوا سندات خزينة وسندات سندات باسم الإدارة الذاتية ويبيعوها بالأسواق الدولية. فإذا في أمر خطير عم يشتغلوا عليه. عملوا هن 11 بند بالاتفاق مع روسيا، وافقوا على 6 بنود للنظام اللي هي سوريا دولة موحدة والاعتراف بحدودها الدولية، وأنه بشار الأسد هو رئيس لكل السوريين، والثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين، وأنه السياسة العامة هن ملتزمين فيها مسجلة بالدستور، ملتزمين بعلم واحد اللي هو علم الجمهورية العربية السورية، وأيضا جيش واحد. في 5 نقاط اللي عملت نقطة يعني لساهم عم بتداولوا فيها مع النظام، اللي هي بتقول انه هن لازم النظام يلغي قانون الطوارئ ويعدل الدستور ويعمل قضاء نزيه، يعترف بالإدارة الذاتية، يلغي جميع الإجراءات التمييز تجاه الشعب الكردي، وأيضا الاعتراف بالدولة المركزية بالأكراد مكون رئيسي من مكونات الشعب السوري، إضافة إلى تحديد المالية والموازنة لكل المناطق بما فيها المناطق الكردية. وهي نقطة كمان جدا خطيرة لأنه صار عندهم مصدر مالي خاص فيهم من الموازنة العامة للدولة مثل العراق. هلأ خلينا نحكي عامل جدا حقيقة محزن اللي هو تغير تركيبة الهرم السكاني لكل الشعب في سوريا بسبب ما جرى من قتل وتهجير وتنكيل للنظام السوري للشعب السوري. اولا انخفضت هذه المؤشرات، الارقام ما عم نحكي حدا عم بيحكيها صحفي عادي او صحفي يعني عم بيتوقع او عم بيتنبأ، لا، عم ناخذ الارقام من ارقام النظام ومن مكتب الاحصاء، المكتب المركزي للاحصاء في دمشق. فعم بيقول انه نسبة السكان من هم في سن العمل زادت من 46% الى 54% اللي في عام 2004، بينما الان الشعب السوري 85% تحت خط الفقر المدقع. انه عدد نسبة النساء الى الذكور تشبه
النسب اللي تمت في حروب في بلاد صارت فيها حروب أهلية مديدة مثل روسيا بعد الثورة البلشفية وبعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية، صار في خلل هائل بالتركيب السكاني والعمري وبين الجنسين. فعم بيقول أنه انخفضت نسبة الجنس لدى الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة من 105 الذكور إلى 90 فقط، وهذا الشيء ما رح يقدر يتم تعويضه لأنه انخفاض معدل الولادات من 38 بالألف عام 2010 إلى 25 بالألف عام 2019، وبالتالي حيكون في نقص بعدد الشباب اللي بدهم يعملوا، عدد الشباب اللي بدهم يشتغلوا، وتعويض تلك الخسائر الكبيرة. الهجرة ارتفعت من 4 بالألف عام 2010 إلى 70 بالألف عام 2013، والآن عم بيقول هي عبارة عن بحدود 20 بالألف، يعني أيضاً تضاعفت 5 أضعاف عن عام 2010. هذا الحكي في مناطق النظام، يعني النظام الناس اللي عنده عم بيهاجروا وعم بيهربوا. في مثال عم بيقول ازداد عرض البيوت في منطقة درعة والمنطقة الجنوبية بعد ما صار في المصالحات وأنهوا قضية وجود الحماية من أبناء البلد واللواء الثاني واللواء الثامن والفيلق الخامس، عرض كبير للبيوت بأسعار أرخص أدت إلى تدهور الأسعار في تلك المنطقة، والسبب بالكاتب عم بيقول من أجل أخذ تلك المصاري لشراء جوازات سفر والهجرة خارج سوريا. للأسف الشديد عم بيتم إفراغ درعا والسويداء وكل المناطق من أهلها. عم بيقول في خلل سكاني بين الرجال والنساء، بين عمر الشباب، بين الولادات. عم بيقول إنه يعني كان متوقع أن يكون عدد سكان سوريا عام 2030 35 مليون، بينما الآن لا يتوقع أن يبلغ حالياً داخل البلاد 21.7 فقط مليون شخص. إذن الآن الأرقام يعني بتحزن. عم بيقول كيف الدولة عم بتقول إنه ما في كهرباء، ما في مصاري، بس تدفع تجيب. إذا بدك تدفع 300 ليرة سوري للكيلووات الساعة تجيب بدون تقنين، تدفع 100,000 ليرة سوري تحصل على جواز السفر بنفس اليوم. طبعا عضو مجلس الشعب محمد شرابي فضح انه 70% عم بتروح من انتاج الكهرباء الى خطوط دائمة معفاة من التقنين في حماة، وهي نفس النسبة في بقية المحافظات. جمال سليمان قال انه هو ما نعايد لسوريا مثل ما طلعت هناك اشاعات. في كثير من القضايا، لكن بكفي الان، راح نبلش نسمع منكم إذا الله راد. يعني تتفضلوا